على أشرف المرسلين. نحن الآن في زاوية الشيخ سيدي بوعمامة بالعين الصفراء بحي الشيخ بوعمامة. هذه الزاوية التي كانت منبع لروح المقاومة الزعيم الشيخ بوعمامة إبان القرن الثامن عشر والتاسع عشر. نحن الآن في الزاوية التي يقيم بها أحفادها الحقيقيين يقيمون حاليا، والتي تشرف هذه الزاوية على استقبال الضيوف واستقبال الموردين من أعراج والقبائل طيلة السنة، وينبعث منها قلعة الشيخ بوعمامة حاليا في مغرار، والتي هي مسقط رأس الشيخ آنذاك والقلعة بنفس ذاتها، وبها زاوية رميمت في الوقت التي كنت أنا سنة 97-98 حتى إلى 2002 كنت رئيس بلدية آنذاك، والتي أشرفت عليها وزارة الثقافة للترميم، والتي صنفت كذلك حسب التصنيف العالمي في اليونسكو. فيه كثير من المخططات التي تركها الشيخ من الأرشيف وبعض المراسلات قيادة فرنسا آنذاك، وبعض السلاح وبعض الوثائق مثل السبحة مثل القلم مثل النظارات وبعض المجلدات التي تركها الشيخ طيب الله تعالى. Thank you.